لا شانس الاخر. فرصة أخرى، آخر فرصة في هذه الحصة يا خسارة. جاوبت في المرحلة الثانية على معظم الأسئلة، نورمالمون ما تضيعش هذه الفرصة يا خسارة. الأسئلة سهلة كانت. لا سهلة. عفوا سهلة. السؤال رقم ثلاثة، مازال الفرصة، بلاك إن شاء الله تفوز. ما هي المدينة الأمريكية الملقبة بشمس المشرقة؟ قلت لنا لوس أنجلوس، والإجابة هي فلوريدا. معليش معليش، لازم له أكثر تشجيعات، صفقوا عليه أكثر. حسان ما نخليوكش تروح هكذاك، يديك فارغين متأسف في هذه الحصة. شوف وين راك رايح تفوت يوم كامل، ليلة كاملة. رايح تجوز يوم وليلة في فندق الهيلتون يسناك لشخصين. رايح تبات تماك مع الوالدة تاعك، ولا الوالدة تاعك تهدي لها هذه الهدية لشخصين، وتروح ثاني تفوت وقت كامل في لاكوا بارك أو بيغات. لاكوا بارك موجود هنا، البس المايو وروح يا خويا حسان. حتى في الشتاء تقدر تفوت أوقات معك، تتغدى تتسلى تتجول، ومدينة سانتير تستنى فيك. حسان أرى يدك جاوبت مليح. مكتبت سرحت شوية مليح. سرعت شوية. كاع الناس اللي حاضرين هنا كانوا سير بلي راك راح تدي السيارة، واو ولا لا؟ معليش حسن، هيا كلمة أخيرة، هاو الكاميرا، هاو الكاميرا، شوف. بون نشكركم كاع، نشكر البيبليك، ونشكرك أنت بيان سور، وليميسيون هادي. الله يحفظك. وما فامي وصاحبي بيان سور، باسكو جيت معاه وأني بارتيسيبي. خلاص إلا بغيت تجو كيما حسن جو تشاركوا معنا وتشجعوا، باش يكون لكم الفرصة باش تشاركوا، تقدر تربح بوان كوم، سجلوا رواحكم وروحوا هنا بلادو تقدر تربح. هيا إلى فرصة أخرى إن شاء الله مع عدد جديد من حصة تقدر. تقدر أيوبلا. تقدر تربح تاع اليوم، تقدروا تفوزوا بأجهزة كهرومنزلية رائعة كما راكم تشوفوا على الشاشة، متكونة من هاد تلفزيون ليد 40 بوس، ثلاجة 450 لتر، زائد هاد لاماشين لافي اللي تليق بالمطبخ تاعكم، مهداة من طرف سمحة وسامسونج. حاجة سهلة، أين سينظم مونديال 2014؟ أرجنتين ابعث رقم 1، البرازيل ابعث رقم 2، عن طريق الاس ام اس الى 66016. هذا الرقم راكم حافظوه وما تنساوش، قد ما تشاركوا قد ما تضعفوا حظوظ تاعكم. حتى سعيد للجميع.